هلو ايفري ون حبايب قلبي جريد 1 مكملين مع بعض كونكت بلس سو ليتس ستارت ات. نبدا مع بعض ليسن 6 الدرس السادس. A busy day, a busy day. يوم مزدحم, يوم مشغول خالص, عندنا حاجات كتير فيه. هنتعلم to tell the time, ان احنا نقول الوقت. لما تيجي تسأل عن الساعة تقول للناس ايه؟ الساعة كام؟ الساعة في ايدك كام؟ يا عم الساعة كام؟ تقول ايه بقى؟ What's the time? What's the time? What's the time? What is the time? وقلنا what is دي لما نيجي نختصرها نشيل الاي ونحط apostrophe كده. What's the time? What's the time? What's the time? يبقى لما تسأل حد الساعة كام تقول له what's the time? Yes. الساعة اللي في ايدي دي اسمها ايه؟ Watch. Excellent يا دودو, برافو عليك. ساعة اليد اسمها watch. A watch. ساعة يد. لكن الساعة اللي على الحائط دي اسمها clock. اسمها ايه؟ clock. اقولها ازاي؟ clock. ها؟ clock. جميل. تعال نعد كده. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. بص كده عندنا 12 hours. 12 hours. 12 ساعة. واليوم كله فيه 24 hours. 24 ساعة. طيب 1 hour الساعة الواحدة. hour بقى 1 hour. hour يعني ساعة, بس مش ساعة من دي ولا من دي. hour الساعة اللي هي ساعة من الوقت 60 دقيقة. 1 hour is 60 minutes. 60 minutes يعني الساعة الواحدة فيها 60 دقيقة. 1 hour is 60 minutes. hour H silent. hour يعني ساعة من الوقت. 1 hour is 60 minutes. 1 hour is 60 minutes. جميل قوي. طب في clock في الساعة بتاعتي دي بيكون في حاجة اسمها long hand. long hand يعني العقرب الطويل. long hand. long hand ده بتاع ايه؟ بتاع minutes. بتاع ايه؟ minutes. بتاع الدقايق. ويبقى في short hand. short hand اللي هو العقرب القصير او الصغير ده بتاع hours الساعات. يبقى long hand بتاع minutes الدقايق, وshort hand بتاع الايه؟ hours الساعات. حلوة قوي. لما الاقي long hand ده بيشاور على 12 كده يبقى الساعة بالظبط. يبقى هنا الساعة 3 بالظبط. اسمها ايه بقى؟ it's 3 o'clock. it's 3 o'clock. بص هنا احنا قلنا كلمة clock. clock يعني ايه؟ يعني ساعة حائط او منبه. لكن بالظبط يعني o'clock. o'clock. يبقى كده it's 3 o'clock. it's 3 o'clock. جميل جدا. طب لو انا شلت ده كده وشاورت كده اقول اسأل عن الوقت الاول. تعال نسأل عن الوقت نقول ايه؟ what's the time? What's the time? It's it's 1 o'clock. It's 1 o'clock. جميل جدا. طب لو انا شلت كده عايز اسأل عن الوقت, اسأل اقول ايه؟ Excellent. What's the time? What's the time? تعال نشوف كده short hand بيشاور على مين؟ الساعات. It's 2 o'clock. It's 2 o'clock. ها. It's 2 o'clock. Good job. طيب يلا نسأل عن الوقت. نسيت أقول إيه؟ What's the time? It's 3 o'clock. ها. Good job. طب يلا نشاور كده بس نسأل عن الوقت الأول. What's the time? لا أسأل الأول. ها. What's the time? It's excellent. It's 4 o'clock. It's 4 o'clock.
لا اهو نكتب كده اتس احنا عارفينها طبعا اتس فور اوكلوك قلنا اوكلوك دي بالظبط لما اللونج هاند يكون عند 12 كده اوكي اوكي طب بص كده لو انا حطيت اللونج هاند عند 6 هنا تبقى هنا 4:30 ونص دي نص الساعة كام هي عندنا 60 minutes نص ال 60 30 يبقى هنا نقول it's 4:30 it's 4:30 يبقى الساعة كده 4:30 طب لو انا عملت كده it's 2:30 it's 2:30 جميل جدا طب لو كانت كده نو عايز واحد بس هسأل اهو اتفضل يا اياد what time is it it's كام هو بيصور على كام ده 10 it's 10 10 قلنا هنا بيصور ده يبقى كام 30 it's 10 30 it's 10 30 طب اهو هسأل تاني واعمل كده اياد what's the time it's 9:30 مفيش ان قول ايه it's 9:30 excellent good job يا اسيل دايما انطق الصغنن ده الاول what time is it what's the time it's 7:30 excellent يا ميرنا what's the time It's 11:30. Good job. يلا بينا يا أسقوسة. What's the time? It's 4. على طول من غير It's 4:30. It's 4:30. لا طب افرض أنا عملت كده بقى شباب. عمر. What's the time? It's 4. دايما أشاور أقول الصغنن الأول بتاع الساعات. It's 4. قلنا هنا ايه بقى it's 4 o'clock sit down يا دود it's 4 o'clock قلنا لما long hand يشاور على ال 12 12 تبقى o'clock بالظبط لكن لما يشاور على 6 تبقى 30 اللي هي كام ونص محمد حمدي what's the time بيشاور على 7 اهو It's 7 o'clock خلاص عرفناها يبقى هنا لما يشاور على 12 يبقى o'clock لكن لما يشاور على 6 تبقى 30 بس دايما نقول مين الأول اللي بيشاور عليه الشورت اللي هو بتاع مين الأورز الساعات أوكي أوكي تعال بقى صديقي كده نشوف في كتابنا نشوف كده البنوتة دي بتقول إيه What's the time What's the time? It's 3 o'clock. It's 3 o'clock. Good job. What's the time? It's 12:30. It's 12:30. هنا برضو يا شباب عندنا الساعة الرقمية الديجيتال هلاقي كده الشكل ده. هنا what's the time it's 10 o'clock it's 10 o'clock لما الاقي هنا 0:00 كده يبقى o'clock لكن لما الاقي 30 يبقى 30 ونص يبقى what's the time it's 10 o'clock طب what's the time it's 10:30 جميل جدا طب تعالى كده نعمل كده 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 what is the time Excellent. It's 7 o'clock. It's 7 o'clock. Good job. طب لو عملت كده It's 4:30. Excellent. Good job. يلا نحل هنا في الكتاب بقى. Number 1, listen and circle. It's 4 o'clock.
يبقى انهي صورة في دول 4 o'clock اللي في النص اكسنت اعمل عليها سيركل يلا It's 3:30 Yes اخر واحدة It's 3:30 Number 3 It's 8 o'clock It's 8 o'clock هنعمل سيركل على مين اخر واحدة No اللي بيشاور على 8 فين في النص في الجرين دي يلا باش It's 4 o'clock قلنا فين 4 o'clock Yes good job circle عليها It's 3:30 Yes good job It's 8 o'clock 8 o'clock Yes good job يلا هنا نرتب O'clock is 8 9 انت باشا يلا قول لي كده رتب هنا انت انا قلت له هو انت هتعملي اللي جاي قول لي طيب قول لي قول لي وانا هكتب ها it's 9 o'clock good job احلى دودو it's 9 o'clock الساعة 9 بالظبط اسيل قولي number 2 what is the time excellent what is the time وما ننساش هنا ده سؤال نحط question mark في الهومورك حللي بقى number 3 ده يلا بقى ناخد lesson 7 ready steady go يلا باشا sit down وقول معايا يلا هاخد verbs هنا او اول verb هاخده هنا verb يذهب اسمه go go يلا نكتب go goodbye clock عندي هنا فعل قلنا فعل يذهب يعني go go ما بقولش go بقول go go yes بعد كده هاخد مكتب يعني office office طب احنا عارفين في كلمة مكتب يعني desk ديسك يعني مكتب طب اوفيس اللي احنا بناخدها دي يعني ايه لا خالص اوفيس اوضه المكتب كلها اسمها اوفيس اوضه المكتب كلها اسمها ايه اوفيس لكن المكتب نفسه ده اللي انا قدامنا ده اسمه ديسك يبقى اوفيس حجره المكتب كلها اوكي هاخد فيرب كمان يتحدث يتكلم اسمه تاك تاك بقول كده تاك يس احنا قايلين اي لما يجي بعدها ال يبقى الاي هنطقها ابطال الجمهوريه اقول ازاي تاك الال سايلنت يلا نقول تاك تاك والال سايلنت اوكي تاك اي كان تاك اي كان تاك يس جود جوب ياكل eat yes فيها long e عشان e a eat I eat breakfast I eat breakfast at 8 o'clock انا باكل الفطار بتاعي at 8 o'clock الساعة 8 بالظبط اوكي عندي verb كمان go home go home يذهب للمنزل او يعود للمنزل go هوم لازم اقول هوم طالما في او كونسوننت اي كان اي سي هوم نو اقول هوم جو هوم يس جود جوب هاخد بقى الغداء لانش 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 لا لا يبقى يو يس لانش سي اتش لانش 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 يس جود جوب اخد فيرب كمان يرسم يعني درو دي ار بنطقها ازاي يا شباب درا درا اكسلنت درو درو الورقه اسمها بيبر بيبر بعمل ازاي الاي ار يس اكسلنت بيبر بيبر اي ار بعمل لها بوز بطه او اعمل ايه ممكن اقول paper او paper
Excellent. Good job. Paper. Paper. ER في آخر الكلمة. عم بظبط أقول paper أو paper. Yes. Excellent. عندي كمان يا شباب فكرة. لو جات لي فكرة. الفكرة اسمها يا محمد حمدي idea. 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 I have an idea. I have an idea. يعني أنا عندي فكرة. ما تيجي تقول عندي فكرة. I have an idea. I have an idea. I have an idea. I have an idea. Excellent. حبيبي. تعال بقى ناخد كمان مهندس معماري. احنا واخدنا قبل كده كلمة مهندس اسمها ايه؟ Engineer. Engineer. Yes. Engineer. Engineer. بس ده اسمه مهندس مدني. مهندس مدني. مهندس معماري بقى اللي هناخدها دي هو بقى اللي بيصمم المباني ويرسمها وبعدين يديها لانجينير عشان ينفذ بقى المرسوم ده. المهندس المعماري اسمه اركيتكت. يلا نقولها اركيتكت. اركيتكت. اركي اركي اركيتكت. اركي اركي اركيتكت. طب اركي اركي اركيتكت. Architect. Architect. Archie. R. بص بقى CH بنطقها تشا بس التشا هنا لا مش هنطق ال H أصلا. هعمل كده. Architect. 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 Yes, good. الزبون بقى اللي بيروح يشتري من اي مكان اسمه customer. 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 ممكن عشان اخرها اي ار اقول customer. 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 ممكن اقول تاني ايه برضو؟ customer. excellent. customer. customer. excellent. قلنا يعود للمنزل. للمنزل go home. go home. طب لو انا رجعت المنزل بالاوتوبيس ركبت الاوتوبيس by bus. excellent يا اياد. by bus. by bus. I go to school by bus. I go to school by bus. انا بروح المدرسة بالاوتوبيس. تعال يلا نقرا هنا شباب كده كلماتنا كلها مرة. go. office. Talk. Talk. Eat. Eat. Lunch. Lunch. Draw. Draw. Paper. Paper. Idea. Idea. Architect. Architect. Customer. Customer. Go home. Go home. By bus. By bus. Next. يلا نقرا reading. ها يلا معايا بقى. This is Sarah. This is Sarah. She's an architect. She's an architect. هي مهندسة معمارية. She goes to her office. She goes to her office. She goes to her office. يعني هي تذهب إلى مكتبها at 9 o'clock. At 9 o'clock. يعني الساعة 9 بالظبط. هقراها لوحدي مرة بقى. This is Sarah. She's an architect. She goes to her office at 9 o'clock. Number 2. At 11 o'clock. الساعة 11 بالظبط. She talks to customers. Or she talks to a customer. She talks to a customer. هي بتتحدث مع زبون اللي جاي يشتري. اقراها مرة. At 11 o'clock Sarah talks to a customer. Number 3. At 2 o'clock الساعة 2 بالظبط. She او Sarah eats lunch. Sarah eats lunch. بتتناول الغداء. At 2 o'clock Sarah eats lunch. Number 4. At 3 o'clock, الساعة 3 بالظبط, Sarah has some new ideas. عندها شوية أفكار جديدة. She draws her ideas on paper. بترسم الأفكار بتاعتها دي على ورقة. Sarah goes home at 4 o'clock by bus. بترجع بيتها at 4 o'clock, 4 بالظبط,
by bus بال اتوبيس. يلا شباب next نقرا كده ونشوف. This is Fahmi. He's a farmer. هو مزارع. Okay. He has a busy day. He has a busy day. عنده يوم مزدحم جدا. He works on a farm. He works on a farm. ويعمل في مزرعة. He looks after animals. He looks after animals. هو يعتني بالحيوانات. He gets up at 5 o'clock. He gets up at 5 o'clock. بيصحى الساعة 5 بالضبط. He eats breakfast. بيتناول الإفطار at 6 o'clock. الساعة 6 بالضبط. He looks after the cows. بيعتني بالأبقار at 7 o'clock. الساعة 7 بالضبط. At 11 o'clock. الساعة 11. He talks to the vet. بيتكلم مع vet اللي هو الطبيب الايه البيطري عشان يعالج الحيوانات بتاعته. At 1 o'clock. الساعة 1 بالضبط. He eats lunch. بيتناول الغداء. Excellent. At 3 o'clock. الساعة 3 بالضبط. He looks after the hens. He looks after the hens. بيعتني بالدجاج بتاعه. هقراهم لك كلهم مرة كده. يلا ركز بقى كده وبص معاك. This is Fahmi. He's a farmer. He has a busy day. He works on a farm. He looks after animals. He gets up at 5 o'clock. He eats breakfast at 6 o'clock. He looks after the cows at 7 o'clock. At 11 o'clock, he talks to the vet. At 1 o'clock, he eats lunch. At 3 o'clock, he looks after the hens. Okay? Okay. Okay. عندي هنا الاكتيفيتيز دي هتبقى هوم ورك هتحلها في البيت ونبدا مع بعض listen 8. اوكي يلا ناخد كلماتنا بقى listen 8. هنبدا بقى مع بعض listen 8. listen 8. helping others. helping others. مساعدة الاخرين. يلا ناخد كلماتنا. يلا بينا. عندي كلمة يعبر اخدتها زي ما يعبر الطريق. cross. yes. cross. cross. فاكرين يعبر الطريق cross the road. excellent. cross the road. يعبر الطريق. قلنا الطريق طريق يعني road. road. وقلنا او اي هتعمل long اي لازم اقول او road. road. excellent. good job. يؤلم لما حاجة تؤلمني كده اقول hurt. فيها يو ار فيها بوست بطة بقى تقول hurt. hurt. hurt يعني يؤلم. شايف هنا hurt. بص الصورة hurt. yes. grandmother. تيتا يا تيتا. grandmother. مين شاطر يقول لي ممكن اقول ايه كمان؟ excellent. grandmother. yes. مريض يعني sick. sick. طب سي اي ولا اي؟ اي. excellent. سيك سي كي كا كا سي كي كا كا سيك. yes. عندي كمان police officer. excellent. police officer. police officer. وقلنا باللينكينج نقول على بعضها police officer. yes. police officer. excellent. يلا بينا كده نشوف reading هنا نقراها مع بعض. a police officer. يلا نقول a police officer. a police officer. helps us. helps us. ضابط الشرطة بيساعدنا. cross the road. بيساعدنا ان احنا نعبر الطريق. a police officer helps us cross the road. A nurse. لازم اقول ايه؟ nurse. بعمل كده ليه؟ عشان كل الوقت. yes. عشان مين؟ you are a nurse. a nurse. يلا نقول a nurse. a nurse. a nurse.
Yes, a nurse helps us. A nurse helps us. الممرضة بتساعدنا if we are hurt. If we are hurt. لو احنا متعورين. A vet helps animals. طبيب البيطري بيساعد الحيوانات. If they are sick. لو كانوا مرضى. I help my grandmother if she needs it. انا بساعد جدتي لو كانت محتاجة مساعدة. اقراهم لك كلهم. يلا بينا ركز معايا بقى. بص في كتابك. A police officer helps us cross the road. A nurse helps us if we are hurt. A vet helps animals if they are sick. I help my grandmother if she needs it. نبدأ بقى مع بعض lesson 9. الدرس التاسع connect with technology. هنتواصل بقى بالايه تكنولوجي. التكنولوجيا بقى وعندي كمبيوترز لابتوبس سيل فونز. اوكي يلا ناخد هنا المطبخ. كيتشن 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 كيت تش تش مين سي اتش تش اكسلنت. كيتش اي كيتشن كيتشن يس. كمبيوتر كمبيوتر computer computer come C-M-P. Oh come P P P P for pen ولا B for book P for pen, P for pen. Excellent. Computer يلا E R بوز بطة. computer 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 T هنا between two vowels يبقى ينفع أقول كمان computer 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 computer. Excellent. جميل يا عمر. الخياطة اسمها seam stress. seam stress seam c e a بتعمل لي long e. seam stress t r tra tra و e double s. نقراها كده. seam stress seam stress seam stress seam stress tra tra في t r بقى. seam stress الخياطة. طيب البوتاجاز بقى اسمه stove. stove او consonant e نقول او طويله. stove yes. الثلاجه fridge fridge yes. fridge free e ولا i free yes. fridge g e g هنا انطقها ج طالما بعدها e كده. fridge محمد حمدي فريج. يس. الطالب اسمه ستودنت ستودنت ستودنت. ممكن ليها طريقتين والاثنين صح. ممكن تقول ستودنت ستودنت او ممكن اقولها ستودنت. الاثنين صح. تقول ستودنت او ستودنت ستودنت. يلا نقولها كده. ستودنت ستودنت يس. جود جوب. ستودنت. مصنع اسمه factory 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 لما اقول في الاخر اي تكتب ايه؟ تكتب واي. تكتب ايه؟ اكتب واي. تشرب ايه؟ طب تكتب ايه؟ factory يس. طب مكنة الخياطة بقى اللي بتستخدمها الخياطة سيم ستريس دي اسمها سيوينج ماشين. سيوينج ماشين يلا. سيوينج 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 يلا نقرا دي. سيوينج ماشين ما وسي اتش هنا اي ان اي نقول سيوينج ماشين سيوينج ماشين يس. آلة الخياطة أو مكنة الخياطة سيوينج ماشين يس. جميل. طيب في ناس بتدرس كده مع المستر أو المس بتوعهم وفي ناس بيدرسوا أونلاين عن طريق الإنترنت. ستادي أونلاين ستادي أونلاين ما بقولش أونلاين بقول أون أون. ستادي أونلاين ستادي أونلاين ستادي أونلاين يس. عندي مثلا يسخن اسمها هيت. لما نيجي نسخن الاكل كلمه يسخن يعني هيت هيت.
الاي اي بتعمل لونج اي اي اطولها كده هيت. طب يسخن الاكل نقول هيت اب فود. هيت اب فود. والتي هنا بتوين تو فاز ممكن اقول هير اب. هير اب فود. هيت اب فود. هيت اب فود. او هير اب فود. هقرا لك الريدنج. My name's Rami. اسمي رامي. I'm a chef. هنا CH تشا بس انطاها شه زي الSH. I'm a chef. I'm a chef. أنا طباخ. I work in a kitchen. أنا بشتغل في مطبخ. I use a stove to heat up food. أنا بستخدم البوتاجاز علشان أسخن الأكل. I use a fridge. I use a fridge. I use a fridge. أنا بستخدم التلاجة to keep food cold علشان أحافظ على برودة الطعام. My name's Dina. I'm a journalist. أنا اسمي دينا. I'm a journalist. أنا صحفية. I talk to lots of people. أنا بتكلم مع ناس كتير. I use a computer to write. بستخدم الكمبيوتر عشان إيه؟ أكتب. My name's Magda. اسمي Magda. I'm a seamstress. أنا خياطة. I make cloth from cotton fabric. بتعمل الملابس من الإيه؟ Fabric. Cotton fabric. I use a sewing machine. بستخدم مكنة الخياطة to make the cloth. عشان اعمل منها الملابس. هقراهم لك تاني يلا. ركز بقى معايا. عشان تسجل لي برضو ده وتبعته لي. My name's Rami. I'm a chef. I work in a kitchen. I use a stove to heat up food. I use a fridge to keep food cold. My name's Dina. I'm a journalist. I talk to lots of people. I use a computer to write. My name's Magda. I'm a seamstress. I make cloth from cotton fabric. I use a sewing machine to make the cloth. هيبقى عندي الاكتيفيتيز في الهومورك هتحلها واللي عايز يحل بقى معايا يبعت لي على تيليجرام شانل علشان ياخد معايا الهوم ورك. وكل الناس اللي متابعانا اونلاين ما تنساش ها تقول ايه لايك وشير وسبسكرايب وظبطنا كده على القناه. And when we finish we always say goodbye.